بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شرح المحاضرة رقم 14 من محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن الريلي. تكلمنا في الجزء الأول من هذه المحاضرة عن أساسيات الريلي، وتعرفنا في الجزء السابق عن كيفية تحديد البروتكشن زونز في الباور سيستم. وفي هذا الجزء بنتكلم عن البرايمري والباك أب بروتكشن، واللي تعتبر من أحد أهم المواضيع المتعلقة بفلسفة البروتكشن في منظومة الحماية الكهربائية. طيب، أحد أهم جوانب فلسفة منظومة الحماية هي تصنيف الحماية إلى حماية أساسية وحماية احتياطية. فالحماية الأساسية Primary Protection هي أن الريلي يكون مسؤول بشكل أساسي عن حماية جزء معين من الباور سيستم، ويتخذ القرار قبل أي ديفايس أو ريلي آخر في السيستم. أما الحماية الاحتياطية Backup Protection هي أن الريلي يعمل فقط في حال أن الريلي الأساسي ما اشتغل، ويكون مضبوط على تايم ديلي أطول من التايم ديلي الخاص بالريلي الأساسي. طبعا قد يكون هذا الباك أب ريلي مين ريلي لمنطقة معينة وباك أب ريلي لمنطقة أخرى في السيستم. فالباك أب ريلي قد يكون انستولد في نفس السبستيشن اللي موجود فيها المين ريلي، وهذا يسمى لوكال باك أب، وقد يكون انستولد في سبستيشن أخرى ويسمى ريموت باك أب. طيب، نفرض أن عندنا هذا السيستم وعندنا هنا بريكرز موزعة على عدة سبستيشنز. مثلا هذه السبستيشن عندها 2 بريكرز، وهذه السبستيشن عندها 3 بريكرز. نفرض أنه حصل فولت في هذا المكان. المفترض أن بريكر جي وبريكر اتش هي اللي تفصل كحماية أساسية. طيب، نفرض أن بريكر جي فصل لكن بريكر اتش ما فصل لأي سبب من الأسباب. المطلوب تحديد اللوكال والريموت باك أب ريليز للبريكر اتش. فإذا واضح من هنا أن بريكر جي وبريكر اي موجودة في نفس السبستيشن اللي فيها بريكر اتش، وطبعا يجب فصل أي مسار يمكن يمر فيه الكرنت إلى نقطة الفولت. فعندنا فقط هنا مسارين، مسار بيفصل بريكر جي والمسار الثاني بريكر اي، فهذه هي اللوكال باك أب بروتكشن البريكر اتش. طيب، في حال ما فصلت بريكر جي وبريكر اي كلوكال باك أب بروتكشن، هنا يجي دور الريموت باك أب بروتكشن. فعندنا هنا 4 مسارات يمكن يمر فيها الكرنت إلى نقطة الفولت. مسار يفصل بريكر E ومسار بريكر F ومسار بريكر L وآخر مسار بريكر M. فكل هذه الفور بريكرز تعمل كريموت باك أب بروتكشن للبريكر H. وطبعا واضح من هنا أن المنطقة اللي عزلت من السيستم منطقة كبيرة جدا، المفترض فقط تعزل هذه المنطقة اللي حصل فيها الفولت. طيب، لو حصل الفولت مثلا هنا، المفترض بريكرز جي وإي وإف تفصل كمين بروتكشن، ولو حصل الفولت هنا بريكرز آي وإل وإم تفصل كمين بروتكشن، وهكذا. فكل هذه الترتيبات والتنسيق بين الريليز اللي ترسل أمر الفصل للبريكرز تحتاج دراسات دقيقة جدا، وحسابات شورت سيركت أناليسيس، ودراسات الريليز كوردينيشن. طيب، ناخذ مثلا هذا الراديال سيستم، هنا جنريتر يغذي كل هذه اللودز. فلو حصل فولت مثلا هنا في اللاين 4-5، المفترض فقط بريكر 4 هو اللي بيفصل كحماية أساسية. طيب، لو بريكر 4 ما فصل، هنا دور الباك أب بروتكشن، المفترض بريكر 3 يعمل كباك أب، ولو بريكر 3 ما فصل بيفصل بريكر 2 وهكذا. طيب، لو حصل فولت في اللاين 3-4، بريكر 3 فقط بيعمل كمين بروتكشن. طبعا بريكر 4 ما يعمل ابدا لان الريلي هنا ما شعر بالفولت بسبب انه ما في اي فلو للكرنت في هذه المنطقه. طيب، لو ما اشتغل بريكر 3 هنا بيعمل بريكر 2 كباك اب وهكذا. فالخلاصه، البروتكشن سكيم يجب ان يحقق هذه المتطلبات. في حال النورمال كونديشنز يجب ان لا يعمل اي بريكر في السيستم، وفي حال الفولت كونديشنز أقرب بريكرز للفولت هي اللي تعمل كمين بروتكشن. وفي حال لو المين بريكرز ما اشتغلت، يجي هنا دور الباك أب بروتكشن، فالبريكرز التالية للبريكرز الأساسية تعمل الآن كباك أب بروتكشن. وتكلمنا عن هذه المتطلبات لما تكلمنا سابقا عن الباور سيستم بروتكشن ريكويرمنتس. فإذا انتهينا هنا من المحاضرة الخاصة بالريلي. تكلمنا في البداية عن نظرة عامة على الريلي، ثم البروتكشن زونز، وأخيرا البرايمري والباك أب بروتكشن. المحاضرة القادمة بإذن الله بنتكلم عن أقدم وأشهر نوع من أنواع الريليز، الأوفر كارنت ريليز.